السلام عليكم طلابنا، هذا الجزء الرابع من المحاضرة الثانية، يتكلم عن الليمت اللي انتم تسموها بالعربي الغايات. احنا هسه موضوعنا هو الليمت، ونشوف اذا عندي دالة. الدالة هذه ما اعرفها، لكن عندي دالتين اخرى، واحدة فوقها وواحدة جواها، واحدة فوقها وواحدة جواها. اللي غير لك اللون سوي بالأحمر. عندي دالتين، واحدة فوقها وواحدة جواها، فأقدر أقول أني مثلا هذا الرسم هنا، شوف هذا الرسم، الدالة اللي أريد أوجد لها الليمت بالبوينت زيرو هنا بهاي النقطة، أوكي، هي هذه مسميها U of T، اللي هي بهذا باللون الأزرق. عندي الدالة ما أعرفها، اللي أريد أني أطلع الليمت مالتها ما أعرفها. عندي دالة أخرى فوقها أعلى من عندها، لكن هي تقريبا تشترك وياها بنفس النقطة اللي أني أريد أوجد بها الليمت مال الدالة الأصلية. وعندي دالة أخرى جواها هم تشترك وياها بنفس النقطة، أوكي، جواها تصير الفوق والجو اثنيناتهن اعرفهن. اذا تلاحظ هذه هي مثل اللفة، ويعني الطبقتين مال الصمونة اليمنى واليسرى، وحاط بنصها الاكل اللي اريد اكله، اوكي. فلذلك سموها هاي النظرية الساندويتش باور، عفوا ساندويتش ثيرم، هذه هنا اسمها ساندويتش ثيرم. طبعا دا اقول ساندويتش لانه الدي ميل لفظ. ساندويتش ثيرم هذه تقول اذا انا عندي دالتين، عفوا عندي دالة اريد اوجد لها الليمت، الدالة هذه ما اعرف المعادلة مالتها، فاش اسوي؟ اروح على الدالتين، واحدة فوقها وواحدة جواها، يشتركون معاها بنفس النقطة، فاوجد الليمت مال الفوق واوجد الليمت مال الجوة. إذا الليمت مال الفوق تساوي الليمت مال الجوة بهاي النقطة، إذا الليمت مال الدالة اللي أريدها بهاي النقطة هي مساوية للليمت مال الفوق أو الجوة. واضح طلابنا؟ خلي نشوف المثال شلون محلول. عندنا هذا الرسم اللي هسه شرحنا عليه. عندي الدالة مالته هي U of T. U of T. الدالة الجواها هي 1 - x تربيع على 4، والدالة اللي فوقها هي 1 + x تربيع على 2، اوكي. اريد اوجد الليمت مال U of T عندما x approaches 0، اوكي، هذا اللي اريد اوجده. اي دالة كانت U of X، أي دالة كانت مهما كانت، المهم هي محصورة بين الاثنين، مثل اللفة، مثل اللفة. أنا دا أسميها لفة، فأنا يجوز أخلي بها زلاطة، يجوز أخلي بها برجر، يجوز أخلي بها يعني مثلا شنو الأكلات اللي تعجبني، أوكي. فأي دالة اللي كانت، فش أقول؟ أوجد الليمت مال الفوق هي 1 - x تربيع على 4 عندما x approaches 0، يعني limit of 1 - x تربيع على 4 when x approaches 0، اوكي، هي 1. خلي x 0، لانه مثل ما تعلمنا بالمقطع السابق انه هذه ممكن رأسا نطبق بها قيمة ال x تساوي 0، فيطلع الناتج 1. هسه الليمت مال الدالة الجواها هي 1 + x تربيع على 2، هذه أيضا رأسا أقدر أطبق بها الأكس 0، هم يطلع 1. فشوف الليمت مال الدالة الفوق والدالة الجوا متشابه، هذه 1 وهذه 1، إذا الليمت مال U of X بهاي النقطة نفسها هي أيضا 1. واضح طلاب؟ هذا بالنسبة
للساندويتش ثيرم. ساندويتش ثيرم، واضح طلابنا؟ إلى هنا أتوقف بالفيديو حتى لا يصير عليكم هواي، وإن شاء الله بالمقطع القادم أكمل لكم باقي المحاضرة. بالتوفيق إن شاء الله.